في أواخر القرن العشريني وبداية القرن الواحد والعشريني، حيث نقطة التحول في التكنولوجيا المختلفة وظهور اختراع الحاسب الآلي أو الكمبيوتر والإنترنت، والذي جعل العالم كالقرية الصغيرة، بل وأصبح الإنترنت هو عصب الحياة بما تحمله من معانيها. ومع استخدام الإنترنت سواء على الهاتف المحمول أو اللابتوب، أصبح من السهل الوصول إلى المراد والتواصل مع الأصدقاء والأحباب. ولكن البعض استغل الإنترنت لمصالحه الشخصية في طرق غير مشروعة، من خلال اختراق حسابات البعض وبريدهم الإلكتروني للحصول على الصور أو بعض الوثائق وابتزازهم بها مقابل بعض المال. ولعل أبرز أحداث يناير من العام الحالي هو اختراق النظام الأمني والمفتاح الإلكتروني لأحد الفنادق المشهورة في النمسا، واحتجاز مئات الضيوف في غرفهم وغلق جميع أبواب الفندق وطلبهم فدية تساوي 1500 يورو من أجل إعادة النظام لهذا الفندق، ولم يجد مدير الفندق بديلا من دفع هذه الفدية مقابل إخراج الضيوف المحتجزين. وإن كنا هنا نسلط الضوء بكثرة على الطبقات المشهورة من الشركات والفنانين والدبلوماسيين، ولكن هل فكرت يوما في أن تكون ضحية أحد هؤلاء الأشخاص؟ كنت شخصا ناجحا، قد يتم اختراق جهازك عبر الإنترنت من عدة وسائل، أولها أن يتم إرسال هذا الملف كأنه أغنية ممنوعة من العرض، أو يقوم بإرسال رابط لك لفيلم لم يتم نزوله في الأسواق، وكل ذلك بهدف الوصول إلى الآي بي الخاص بجهازك. ومن خلال الآي بي الذي يماثل رقم هاتفك، يستطيع الشخص معرفة نوع جهازك والجهة المسؤولة عن الإنترنت، بل وعنوانك أيضا، فالموضوع في غاية الخطورة. وتأكد أن 99% من اللوم يقع على عاتق الضحية، لأنه هو الذي يفتح الباب على مصرعيه، لذلك عليك الحذر كل الحذر. وبإمكانك أن تخطو خطوة إضافية من أجل تصفح آمن، وذلك بفعل الآتي: أولا، بإضافة تطبيق VPN للهاتف وفتحه عند الدخول، إذ يقوم التطبيق بتشفير كل المعلومات بما فيها كلمة المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني، لكن التطبيق ليس مجانية، فالخصوصية لها ثمن. ثانيا، قم بتحديث النظام باستمرار. ثالثا، استخدم برامج الحماية من الشركات المشهورة. رابعا، حاول إضافة كلمة السر بأن تكون قوية، بالإضافة للتحقق من خلال الهاتف لدخولك سواء على مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر، أو حتى بريدك الإلكتروني وفيما يدعى بخاصية التحقق الثنائي، وإن كانت هذه الخاصية مزعجة لبعض المستخدمين، إلا أنها أكثر أمانا. خامساً، ابتعد عن النوافذ المنبثقة من إعلانات ربح آيفون 7 والتذاكر المجانية للسفر، لأنها خادعة، فليس كل ما يلمع ذهبا. سادسا، قبل الإدلاء بأي بيانات شخصية، تأكد من أن الموقع يحمل بروتوكول نقل النص التشاعبي HTTPS، حيث أنه يتميز بالحماية من خلال التشفير للبيانات والمصادقة والحماية من هجمات الدخلاء. وأخيرا، قم بتعليم أبنائك أن يخبروك بكل شيء، وحاول عدم وضع جهاز الكمبيوتر في غرفهم الخاصة من باب الحرص. أعلمهم أن الإنترنت ليس آمنا، واستبدل الألعاب التي تحتاج اتصال الإنترنت بالألعاب الأوفلاين على أقراص السي دي، فالحرص والوقاية في البداية خير من الندم في النهاية.